البداية من احتفال البيال، وسنكون مع التقرير في سياق النشرة. وعند الأولى إلا خمس دقائق توقيت وقوع التفجير، تمت إضاءة شعلة الحرية أمام تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنصب التذكاري في مكان وقوع الانفجار. هذا وشهد الضريح تقاطر الوفود الشعبية والرسمية التي وضعت أكاليل الزهر ورفعت الصلوات عن أرواح الشهداء. والآن نعود إلى احتفال البيال. كانت الحقيقة حلم، رح نعمل الحلم حقيقة، شعار اخترته قوى 14 من أذار في الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه على بعد شهر ونيف من بدء المحكمة الدولية المحاكمات، وقبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي المفترض في حزيران المقبل. أفراد من عائلة الشهيد ورفاقه، نواب ووزراء سابقون، سفراء وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية ودبلوماسية ودينية، حضرت إلى مجمع البيال في بيروت لإحياء الذكرى في غياب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل لدواعي أمنية. وفي إطلالة متلفزة من الرياض، جزم الرئيس سعد الحريري أن السلاح غير الشرعي هو أم المشاكل، حاملا على حزب الله الذي يقدم كل شيء في السياسة لحماية سلاحه. حزب الله لا يستطيع أن يرى لبنان من دون المنظومة العسكرية والأمنية التي بنتها إيران على مدى 30 سنة، وهنا يكمن المأزق الكبير، مأزق الدولة التي تتعايش مع دويلة عسكرية فوق غابة من السلاح غير الشرعي، سلاح كل الأطراف والأحزاب من كل الطوائف، من سلاح حزب الله إلى سلاح فتح الإسلام ومن هم على صورة فتح الإسلام. واليوم كل لبناني قادر يشوف إنه المشكلة هي إنه في دويلة عم تاكل الدولة، عم تاكل مؤسساتها ونظمها، عم تاكل المرفأ والمطار والدواء والأكل، عم تاكل الأكل والمزود والجامعة والكهرباء والاتصالات. كل لبناني قادر يشوف إنه المشكلة مش خطأ قاتل صار بعرسال، المشكلة سلاح قاتل منتشر بكل لبنان. الدولة وحدها هي الحل، والجيش اللبناني وحده هو الجهة المؤتمنة على سلامة الأمن الوطني. وتطرق الحريري إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل. أريد أن أؤكد على الثوابت التي سبق وأعلنتها في شأن قانون الانتخاب، والأهم من ذلك في شأن تصحيح المسار الوطني. سأكون إلى جانبكم في معركة الانتخابات المقبلة مهما كان القانون، الحريري شدد على أن المحكمة الدولية تسير كما يجب والمجرمين سينالون عقابهم، لافتا في سياق آخر إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد سيسقط، لكن ذلك لن يتحول صراعا في لبنان. نحن تيار سياسي مدني معتدل ديمقراطي، وما في حدا ولا شيء حيقدر يجرنا لموقع الطائفية أو العنف أو التطرف. منسق الأمانة العامة لقوى 14 أذار الدكتور فارس سعيد وفي كلمته قال أن لبنان في خطر، لأن ثمة من يسعى إلى انهيار الدولة وتجديد الصراعات خدمة للنظام السوري. علينا أولا أن نعيد الاعتبار إلى الدولة بوصفها صاحبة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة واستخدامها، وعلينا ثانيا أن نحرر الدولة من الارتهان لشروط المجموعات الطائفية من خارج منطق الدستور واتفاق الطائف. يراهن البعض على نفاذ صبر 14 أذار، ويراهن البعض الآخر على انفراط عقد 14 أذار، ويراهن آخرون على تعويض خسارتهم هناك من خلال وضع يدهم على السلطة هنا.
هذا وكانت كلمة لمصطفى فحص عن منظمات المجتمع المدني إلى جانب أفلام وثائقية كتحية للشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري شدد على ضرورة محاسبة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، لافتا إلى أن من ارتكبوا الجريمة سعوا إلى تقويض سيادة لبنان واستقراره، ومشددا على ضرورة أن ينتهي القتل في لبنان وأن يتم محاسبة المسؤولين عن الجرائم. كيري أشار إلى أن البعض في لبنان ما زال هدفا في محاولات الاغتيال، بما في ذلك الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب، وأكد في سياق متصل الوقوف مع الشعب اللبناني الذي يسعى ليؤكد مرة واحدة ونهائية أن جميع عمليات الاغتيال السياسي والعنف السياسي لن تمر من دون عقاب. وزير الخارجية الأمريكية أكد دعم عمل المحكمة الدولية لكي تحقق باستقلالية وتحاسب المسؤولين عن اغتيال الحريري وكل من سقط في ذلك اليوم.